معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ المحترم محمد أحمد سلامة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد الإسكندرية. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كريم ربنا يخليك، أنا الأسعد والله. النهاردة الكورة بتاعت مبلولو وبعدها بيان من نادي الاتحاد، كان في غضب واضح من نادي الاتحاد على اللقطة. والله يعني أكثر من اللي أنا بسمعه من حضرتك ده، يعني أنت يمكن عبرت عن الصورة كاملة، يعني وانت هو بتقول انا لا بشجع الاتحاد ولا بشجع الداخلية، انت حد بيتفرج وبحابب الكورة وحابب المنظومة. يعني انا اسف والله، يعني احيانا الواحد بيبقى بيكره القصة دي خالص. فعلا الموضوع بقى خرج عن الاطار، خرج عن الحد، الموضوع خلاص ما عادش في مقاييس. كل اسبوع النهاردة عندنا مشكلة يا جماعة، ومشكلة اكبر من اللي قبلها، ومواضيع بقت بتاخد اشكال، وفي الاخر احنا مش لاقيين اي رد فعل. يعني النهاردة محتاجين ردود من لجنة رابطة الاندية، من اتحاد الكورة، فيما يخص لجنة التحكيم. كل شوية بنسمع كلام فلان اتوقف، فلان راح، فلان جه. بس الصيغه انا اشهد دلوقتي بالصيغه بتاعت بيان الاتحاد الاسكندريه رغم الغضب الشديد وحقكم، يعني ان لان صيغه البيان ما فيهاش اي قرارات انفعاليه، ما فيهوش مثلا احنا مش عايزين الحكم الفلاني، عايزين الحكم الاعلاني، احنا متضايقين، احنا مش هنلعب مباريات. يعني برضو الصيغه كانت مهذبه وكانت صيغه ذكيه، يعني انه انت بس بتعترض او بتبدي اعتراضك. يعني تمام يا استاذ كريم، بس برضو احنا مستنيين رد. يعني برضه في كل الاحوال احنا لازم مستنيين رد، سواء من رابطه الانديه او من اتحاد الكوره. لازم يعني ايه الموقف اللي هيتعمل النهارده؟ يعني النهارده 3 بونت بيروحوا من فريق انت النهارده في اخر الموسم، النهارده ما تعرفش ايه اللي ممكن يتم. النهارده انت اخر السيزون، مين في اخر السيزون هيجي النهارده اخر السنه يقول لك والله انتوا اصل انتوا اتظلمتوا في ماتش الداخليه؟ طبعا ده كلام مش لوجيك. احنا طبعا الناس جالها احباط، انت بتغير جهاز فني جديد النهارده بقاله 3 4 ايام، يكفي النهارده ان انت كفايه عنيك انك ماتش امبارح بسبب برضو التخبط اللي حصل النهارده، واللي حصل ان الماتش هنا من الساعه 7 النهارده اتنقل الساعه 5:30. الناس بتتمرن بقى لها 3 4 ايام مع جهاز فني جديد، الناس بيحاولوا. تخيل كم الاحباط اللي طالع النهارده بيه اللعيبه والجهاز الفني او مجلس الاداره والجمهور. لا طبعا المواضيع بقت صعبه جدا. يعني النهارده زي ما بقول لحضرتك، كل اسبوع عندك مشكله في التحكيم، كل اسبوع عندك مشكله غير المشكله اللي طيب قبلها، ومع اشخاص مختلفين. استاذ محمد، انتوا ايه الرد اللي هتبقوا مستنيينه من لجنه الحكام او من رابطه الانديه؟ ان احنا يعني غلطانين، ان احنا كنا غلطانين، ان الكوره جول واحنا بنعتذر عن ده مثلا؟ والله يا استاذ كريم احنا مش هنسبق الاحداث، احنا مستنيين نشوف هل هيبقى الاول في رد ولا لا. لما نشوف الرد ايه وبناء عليه هيبقى في اجتماع مجلس اداره هنقرر عليه اللي ممكن يتم ساعتها. طيب هل حد قال لكم ان تقنيه الفار تعطلت في الوقت ده؟ لا محدش بلغنا بالكلام ده، ما كانش في حد مبلغه خالص. لا استاذ محمد احمد سلامه، عضو مجلس اداره الاتحاد الاسكندريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.